هشام. نعم، عايزه ايه انت كمان؟ امال مين اللي طلع بالطياره؟ كابتن سعيد. يا خبر اسود، ليه في ايه؟ ده انا حجزت مكان لمدام ناهد خطيبتك. ايه ناهد؟ ازاي؟ لما لقيتك هتنتحر لو ما سافرتش معاك اقنعتها بالسفر ووافقت. ووافقت؟ ايوه. وهي فين دلوقتي؟ في الطياره. في الطياره؟ ايه رايح فين؟ هلحقها. تلحقها ازاي؟ ما خلاص طارت. طارت؟ بقيت نحسن اللي فينا بس يا رب. مخصوص عشان يتخلص منك. حاجة من الواد حسام ده واد خلبوس قوي، اول ما يزق من البنت اللي ماشيه معاه يديها معاد غلط على هنا، تشبك مع واحد مننا يعملها زعله ويتخلص منها. على العموم ولا يهمك، انا هجيب لك ازازه ويسكي، ازازتين بالعند في حسام. هو حضرتك استني تانية واحدة هتجيلك هنا اهو. لما تيجي وترن الجرس هنسيبها ترن ولا كأننا موجودين. ما تيجي تعالي خش جوه. انا مش هدخل جوه. ليه؟ انت اللي هتخرج بره. ايوه انت اللي هتخرج بره. ليه بس؟ ولو ما خرجتش هصوت وهلم عليك العمارة كلها. لا لا فاهم؟ اتفضل اخرج بره. طب نتفاهم. بقول لك اخرج بره. طب بس نتفاهم سوا. ايه بس اللي حصل؟ فهميني. بره. ايوه انا ليا تلت الشقه. اقول لك بره. يا ستي انا ربيت 200 جنيه. بره. هو احسن موجود من فضلك؟ لازم انت ناهد بقى. لا انا سمير. اه. بره. 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 بقول لك بره. استني يا سهير. يا سهير. مسافر مجرم. خلاص نصيبك كده. انت السبب، انت اللي فضلت ورايا لغايه ما سمعت كلامك. فجدع انت مش كنت بتشك معايا فيها؟ يعني احنا الاثنين غلطانين؟ يا ريتني ما جبت لك سيرتها ولا حكيت لك عنها يا اخي. مش بقى خلاص، غصب عني غصب عني. الواحد يا جدع من كتر ما بيقابل ناس وحشين ما بقاش مصدق ان في ناس طيبين. شيء طبيعي النهارده بقى شاذ. تعرف فعلا البنت دي صحيح فلتة. انت اللي كمنك وحش فاكر الناس كلها وحشة. هفضل طول عمري عايش في ندم. بس انت تنسى. مش هقدر. لا معلش هتنسى. انسى. انسى احلى فرصة في العمر كله. انسى احلى بنت في الدنيا بحالها. كان ممكن تبقى احلى زوجة. يلا تعالى. ها؟ الفطار جاهز. فطار؟ طبعا. أول مرة هفطر في البيت. حقيقي حاجة بشعة. بنتي خوافة وجبانة بشكل. ليه بقى؟
الحمد لله اني ما صحتكيش امبارح بالليل، كنت اكيد رميتي روحك من الشباك. سكر؟ فتتين او معلقتين. انا سبتك نايمه وخطيتك، قلت لو صحيتك بقى والحمد لله ما صحتكيش. يا سلام، بيض وجبنه، حقيقي حياه العازب وحده وحده وحده. ليه بقى؟ ما انت خلاص بقى هتتجوز. انا؟ مين قالك؟ ونه؟ مش عارف. دي طلعت شقتك وسافرت علشانك. لسه متأكد. تبقى أكيد بتحبك. الحب مش كل حاجة في الجواز يا إيمان، الأهم الأخلاق، السمعة. وهي أخلاقها وحشة؟ سمعتها بطلة؟ لا بس يعني متطلقة ومشهورة أوي. أمال ليه وعدتها بالجواز؟ بصراحة يا إيمان، الراجل منا لما بيجي يتجوز بيدور على صورة مثالية بتبقى عايشة في خياله هو بس. عشان كده بيدقق ألف مرة قبل ما يختار الست اللي هتبقى شريكة حياته. ويا سلام بقى لو كانت زيك في أخلاقك ومبادئك ومثلك. بس يا مرة. ألو؟ اسمع يا سيدي، رسالة من الطيارة اللي جاية من المغرب، مدام ناهد على الطائرة وستصل بعد نصف ساعة. طيب جاي حالا. لا مؤاخذة حبيبتي، كان نفسي اقعد معاكي لكن طلبوني في الشغل، هسافر بقى هسافر. انت هتعملي ايه؟ ابدا، هروح اشوف حكاية الشغل، نقل الشغل دي. حلو قوي قوي. بقول ايه؟ لو يعني سرجنوا معاكي انت ما تعصلكيش، ما تعصلكيش معاهم. اصل خليكي في اسكندرية. هي اسكندرية مالها؟ اسكندرية مش وحشة، صيف وشتاء مصيف ومشي، اسكندرية عظيمة جدا يعني، حلوة خالص. و بقول لك ايه؟ انت لو الباب ضرب اي حد يخبط على الباب، لو البيت اتهد حتى ما تفتحيش الباب لاي حد. لا مؤاخذة معلش، ما تفتحيش الباب، اي مخلوق ما تفتحلوش. باي باي حبيبتي. باي 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 باي. اوعي تفتح الباب، هجيلك على طول.